خلينا نرجع للماتش. انت توقعت الاول الاداء بتاعنا كده قدام فرنسا؟ لا خالص، يعني خالص. يعني الشوط الاولاني احنا كنا قاعدين الحقيقه مبهورين بادائنا في الشوط الاولاني. انا بعد الكورتين اللي هم او كوره اللي هي الفرصه اللي هي ايه، تلات كور في فرصه واحده، قلت لك لهم كوره في العارضه، قلت لك ايه يا ريس، قلت لك احنا كده هنكسب يا كوره مش عايزاهم. بعدها بشويه احنا جبنا جول وهم بقى يروحوا ويضيعوا. الكوره دي كانت في الشوط الاولاني اللي بتتكلم فيها، الجول كان في الشوط الثاني في الدقيقة 62. ما انا بقول لك اهو، يعني كان باين ان الكوره عايزانا بالظبط. لكن هي احنا ناقصنا برضو حاجات كتير. بقول لك يا شباب، انا بالوضع بتاع الفرقه دي من غير ما بقول لك لا اعداد ولا ماتشات وديه ولا متطلبات الراجل اتنفذت ولا اللعيبه اللي كانت حاجات كتير والراجل عمل كده. طب تخيل بقى زي ما كابتن سيد بيقول، لو الراجل ده ادوله شويه حاجات صغيرين اللي كان طالبها يعني كان في شويه دعم. مين النهارده اكتر لعيب لفت نظرك، او يعني قول اللعيب اللي لفت نظرك قوي النهارده في منتخب مصر غير النني وزيزو؟ الراجل بتاع نادي الزمالك حسام عبد المجيد. شفت؟ لا كان مميز، كان باين قوي النهارده، يعني في كور عاليه في الدحله، يعني كان في تركيز. حسام كان كويس في حسام في البطوله دي كويس، كان في تركيز النهارده، كان باين قوي في ماتش زي ده. يعني لو بس حتى كده بيبان ما شاء الله عليهم. بس انا النهارده برضو الفرقه كلها بالجهاز الفني، يعني مش هقول لعيب ولا اتنين ولا لا، الفرقه بالراجل اللي بره الخبير ده، الراجل الساحر، هقول عليه ساحر بصراحه، لان عمل من دول يعني اقول ايه، يعني بيفكرنا بصراحه بالمنتخب بتاع كابتن عبد الستار صبري وكابتن حازم امام، وكان المنتخب الاولمبي يا سيد فاكره يعني. طب انا بعد التغييرات، يعني اسامه فيصل كان يخرج؟ كان يخرج. خلي بالك في لعيبه مجاهده، خد بالك اسامه كان عامل ماتش جامد، اسامه من العناصر الكويسه، بس فيرود من اللي بيتحرك كتير، فهو مجهوده كبير، مجهوده كبير، ينزل تحت وبيتحرك على الجنب، فطبيعي جدا. يعني خلي بالك مفيش لعيب خرج النهارده فنيا، هو كله بدنيا. هل كان بدنيا انت خرجت ابراهيم عادل ليه؟ خلاص الفرقه بتلعب 10 وانت اصلا هو بدا مجهد، فمش هيساعدك، اكنك هتلعب باقل كمان من 10، فانت خرجته عشان كده. محمود صابر نفس الكلام. فانت حظك الوحش ان انت البدلاء مش بنفس سرعه بالزبط واداء اللعيبه اللي موجوده في الملعب. يعني انت لو عندك جناحين تانيين عكس المنتخبات كلها، يعني انت لو عندك جناحين تانيين بره قاعدين بقدرة زيزو وابراهيم عادل هتفرق، يعني كل مباراه تعمل التغييره دي تفرق معاك، انما انت هي دي مشكلتنا. بس في الاول والاخر لا، منتخبنا وانت بتتفرج اول 20 دقيقه، انا بصراحه لا، من الحاجات انت اللي تخلي المدرب ده يعني يعرفك ان هو مدرب كبير. انا لو هلاعب اي حد طبيعي هيلاعب فرنسا في سيمي فاينال، اول 20 دقيقه دي هيقول لك انت فاهم الفكر المصري، وعايزين نعدي اول وقت ده ومش عارف ايه. الراجل ضغط عليهم من اول احسن 20 دقيقه انت عملتها اول كلها. اول 20 دقيقه بتضغط وبتروح، واللعيبه بتلعب بثقه كبيره جدا وتحركات، وكل واحد واقف في مكانه ومفيش مساحات. انت مشكلتك المساحات ظهرت عندك بامانه بعد الاجهاد. يعني هي انت اما تبقى مجهد اولا تفكيرك بيبقى بطيء وحركتك كمان بطيئه، فانت يعني كل اللي دخل فينا هو اصلا شوف المساحه الفاضيه اللي ورا كوكا، يعني دي لا يمكن تبقى فاضيه ابدا مع فرقه كوره، مع فرقه كوره اخر 10 دقائق، في قلب ال 18 واخر 10 دقائق هو انت مع فرقه كسبان، انت واحد كسبانه واحد، فلازم تبقى قافل صح، يمكن هتلاقي دي مزبوط. بس انت مجهد اصلا ومش قادر، فاللعيبه بامانه لا، يعني الله يكون في عونه، انما اللي هم عملوه ده انا بشوفه انجاز كبير. طب حتى لو ما خدتش ميداليه، انا بشوف الجيل ده عمل حاجه احترامي. في اجيال كتير كان فيها اسماء كتيره جدا ولعيبه اجمد من الجيل ده 100 مره. مظبوط. دوري المجموعات وبعد كده المباراه الاولى ونرجع دور الثمانيه ونأخرنا. فالجيل ده لا يحسب له، واتمنى الانديه حتى اما يبقى عندك 2-3 لعيبه ما بيلعبوش، شوف اما لعبوا في الاجواء دي، يعني انت لو اديت الفرصه لواحد فيهم هيلعب والله أكيد. وهيبقى كويس. هضرب لك مثل بكريم الدبين، لو هيلعب هيبقى كويس. لو خد الفرصه، ما هو الراجل بقى كويس اهو وبيلعب وسط 60,000 لو قدام فرنسا، لو قدام فرنسا يعني قدام فرنسا، ولا يلعب هنا في الدوري قدام، انا مش عايز اقول اسماء فرق، قدام فرقه في الدوري هيبقى صعب بالنسبه له. فرنسا طبعا يعني الصعب هيبقى الدوري هنا، بيلعب بثقه وبيلعب وبيضغط وبيرفع كل لعيبه. انت بدايه من حمزه علاء لحد بتتكلم اسامه فيصل، لعيبه مميزه. كابتن بشير، انت بتقول المدرب جامد وبيعلم اللعيبه، النهارده قول لي ايه تكتيكيا بقى، ده رايك في 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 ميكالي؟ رايي في ميكالي مترجم على اللعيبه واداء اللعيبه، اللي كابتن سيد بيقول عليه اللعيبه دي ما بتلعبش اصلا في انديتها
وهي بتلعب النهارده وفي البطوله كلها تحس ان اللعيبه برضو عندها خبره ولعبه كتير قوي ومقطعه الدوري الممتاز ده 10 سنين واساسيه. ده من شكل اللعيبه في الملعب ووقفتهم وتحركاتهم وادائهم. مستحيل مستحيل لو انت حكيت لحد وقلت له الناس دي ما بتلعبش اصلا في انديتها غير اثنين او ثلاث لعيبه هيقول لك مش مظبوط. مستحيل. حتى النني اللي بره مصر يعني 7-8 شهور بيقول 9 شهور مفيش ما بيلعبش. مستحيل حد يصدق بادائه بتاع النهارده ده. مرمى حمزه ما بيلعبش. كله باستثناء زيزو وابراهيم عادل. دول اللي بيلعبوا يعني اساسيين. وسام فيصل بيلعب. وشويه شحاته ماتشات. بس الناس كلها وابراهيم عادل ماتشات بعد ما رمضان اتوقف. بعد انما قبلها كان لسه بيلعب على فترات. يعني اقرب حد من الناس اللي كانت موجوده في الملعب بيلعب. فمستحيل حد يصدق كده. صابر ما بيلعبش. كريم الدبيس ما بيلعبش. شحاته برضو على فترات كله. عمر فايد ما بيلعبش كل الماتشات في احترافه. مفيش غير حسام عبد المجيد اللي بيلعب. حمزه علاء ما بيلعبش. لو جينا نشوفهم أيوة. يعني في زيزو ابراهيم عادل لعب بس اخر شهر. طيب لما رمضان صبحي توقف. على رايك صحيح زيزو يعني. فمحدش هيصدق. محدش هو كمان ما بيلعبش. ما بيلعبش في الاهلي. زياد ما بيلعبش. زياد كمان ما بيلعبش. محدش هيصدق الكلام ده. مستحيل. ده بقى فكر الراجل ان هو يخلي الناس دي تشتغل كان الناس شغاله ما فيش اي حاجه خالص. ما ده الفرق بقى. يحسسك ان الناس دي لا مش بعيده. الناس موجوده ورجليها في الملعب ومش متاثره باللي فات وبالرغم ان هي بتلعب مع مستوى تاني خالص غير الدوري يا سيد. المستوى المنتخبات دي طبعا يعني رهيب ملوش علاقه بالدوري تاني خالص. يعني ده المفروض اللعيبه تبقى يعني مش قادره او تبقى ما جاتش او مش عارف تتعامل. لا ده اللعيبه بتتعامل ودايسه على كل المنتخبات اللي لعبتها دايسه على وشهم. اللعيبه دي لعيبه لازم تحافظ عليها ولازم يعني تبني عليها اذا كنت عايز تعمل قوام كويس لمستقبل الكره المصريه. كابتن سيد ايه اللي انت شايفه في ميكال النهارده عامل؟ انت بتقول بيحفظ اللعيبه. ايه اللي انت شفته النهارده بنفس السؤال بتاع كابتن بشير؟ تكتيكيا مميز فيه ميكالي جدا. تكتيكيا وقفه اللعيبه وخصوصا خلال الشوط الاولاني. وانا بقول لك انا مش هقيم الشوط الثاني والوقت الاضافي لان دي الاجهاد هو السبب. صح. يعني بامانه لو في وضعيه ثانيه الفرقه لا يمكن تبقى بنفس الشكل ده. يعني مش هتلاقي المساحات دي ابدا. مش هتلاقي فرق السرعات الرهيب ده لان انت تعبت خلاص. فانا بشوف ان هو لا مدرب كويس وحتى على مدار البطوله نفسها هو مدرب محترم. يعني عمل من لعيبه كتير جدا. يعني اقول لك على حاجه التغييره بتاع كوكا اللي كل مباراه. يعني هو كوكا في وقت معين بيلعب باك ليفت كوكا بيلعب في نص الملعب. النهارده حتى يعني تغييرت الكوكا انا بشوفها لان هو عايز يقفل نص الملعب شويه. يقفل نص الملعب فطلع كوكا بره مع ان اصلا الراجل ناحيه اليمين هو سريع ومهاري وبيعمل كل حاجه. هو اجهد كريم شويه الشوط الثاني وبعد كده هو اما غير كريم ورجع كوكا الراجل برده راح عليه بكورتين ثلاثه. بس انا لا يعني انا من المدربين اللي انا بشوفها ان هي فكر. اضافت للكره المصريه ولو اتحط في مكانها صح هيضيف كتير جدا. توفر له الحاجات طبيعيه يعني حق الشرع يعني. يعني الراجل ده ترجع بقى للسي في بتاعه يشوف الفرق اللي مسكها اجيال في البرازيل ما كانتش قويه عمل منها انجازات يعني ومشي معاه وجهز يعني لعيبه كتير جدا مظبوط. فانا بشوف لا يعني اتمنى.